وده اللي انتوا شايفينه دي؟ دي ادويه وفنيك وصابون طبي عشان التطهير. كل واحد فيكم يخش يقعد مع مراته، مش عايز اشوف خيال واحد فيكم على حته دار، وهدومكم تقلعوه وتحرقوه، وكل فحل فيكم على الصبح كده يجروش له فصين توم، وكل واحد ياخد عياله في حضنه ويسقيهم طول النهار ليمون مغلي. وانت بقى يا ابو طويله تخش قعتك وما تخرجش منه، مراتك هي اللي هتجيب لك الاكل. ايه؟ وما روحش الحمام اظن؟ تروح بس تتنحنح وانت ماشي. ها؟ هي الكريره هتسيب كبير ولا صغير ولا هتنجي بقى؟ انا قاعده هنا ان شاء الله اموت. تعمل ايه يا واد يا عطل انت؟ بيقفل الصوت ولو اطول اقفل على كل واحد قعده ما يخرجش منها ابدا. البلد حالتها صعبه قوي. الموت بيحسب بالكون. ربنا كريم.